مشاهدينا، العنوان الأول هو عنوان لطالما يعني طال الحديث فيه بصراحة، ولطالما تحدثنا عنه وتحدثنا عنه كثيرا، وطالت المدة ولا زال الكثير من مستهلكين السيارات بحكم أن السيارات هي وسيلة نقل مهمة جدا وقد تكون الوحيدة في المملكة ينتظرون هذا القرار، وهو ربط قيمة بوليصة التأمين بسجلات الحوادث. فإن كان سجلي خالي من الحوادث على بوليصة التأمين أن تكون على الأقل قيمتها منطقية ومتوافقة لسجلي النظيف، ولكن إذا كانت سجلاتي مليئة بالمخالفات مليئة بالحوادث فمن حق شركات التأمين أن تغامر ولكن ترفع الأسعار. عادل العيسى المتحدث الإعلامي لشركات التأمين معنا اليوم للحديث عن هذا الموضوع. أخوي مساء الخير أستاذي. أهلاً، حياكم الله جميعاً، حياك الله وحيا الله أستاذ المشاهدين. يا أهلاً وسهلاً. فعلاً هذا القرار الآن سيتم ربط قيمة بوليصة التأمين بسجلات الحوادث؟ نعم صحيح، هذا كلام صدر تأمين قبل فترة قريبة من مؤسسة النقل العربي السعودي بصفة مشرع والمراقب لقطاع التأمين بضرورة خاصة متخلق التأمين الزامي للأفراد. جميل. اللي هو التأمين ضد الغير، مركبة ضد الغير، بإعطاء خصم في حالة عدم وجود حوادث لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أكثر. جميل. فقط حوادث، المخالفات المرورية ما لها علاقة؟ لا لا لا، حاليا لا. طب أنا ودي أخذ منك تعليق فيما يتعلق بالمخالفات المرورية، بالذات مخالفات السرعة. يعني إذا زادت سرعة الشخص قلت، يعني هذا طبعا علميا أنا أتكلم أستاذي، إنه إذا زادت سرعة الشخص كل ما زادت السرعة كل ما قل التحكم بالمركبة، كل ما قل التحكم بالمركبة كل ما زادت نسبة وقوع حادث، ولا أنا غلطان؟ طيب، فإذا كان الشخص سجلاته لدى المرور مليئة بالمخالفات وخاصة فيما يتعلق بمخالفات السرعة مثلا وقطع الإشارة وما إلى ذلك، وشخص آخر سجله نظيف، يعني أنا أعتقد أنه من العدل، وهذا رأي شخصي أنا أنقل لك إياه حتى أسمع رأيك، أنه تكون كذلك قيمة البوليصة مرتبطة بهذه النقطة. والحقيقة ما فيها شك، الكلام اللي قلته صحيح وكلنا متفقين عليه. بس الحقيقة هي المرحلة الأولى اللي طلعتها مؤسسة النقل، هي يعني هي طلعت مرحلتين، المرحلة الأولى هو ربط الحوادث، المرحلة اللاحقة راح تكون بس ما نعرف خلال كم راح يأخذ فيها بالاعتبار أيضا وجود المخالفات. بس هم الآن اختاروا المرحلة الأولى وطلبوا تعديل الأنظمة، راح يشوفون تنفيذ هذه المرحلة ويشوفون مدى نجاحها، وإذا في ملاحظات وبعد يمكن سنة أو سنتين أو ثلاث راح يطبق المرحلة اللاحقة، هي أيضا وجود المخالفات راح يأخذ في الاعتبار. جميل. أستاذ عادل، يعني متى ممكن نشوف هذا القرار مطبق فيما يتعلق بسجلات الحوادث المرورية؟ هل هو الآن على طاولة النقاش ولا شوي بعيد عشان بس نشوف الحوادث ولا المخالفات؟ لا المخالفات، الحوادث الآن انتهينا. المخالفات لسه والله ما في. طيب، الحوادث خلاص هي ابتداء 1 أبريل القادم، هذا الحد الأقصى للتنفيذ. 1 يعني أبريل مش 1 فبراير. لا 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 لا. أوكي، لأنه في أخبار طلعت من 1 فبراير. إيه، أنا تكلمت مع الصحفي والحين كان في خطأ بالنقل، هو 1 أبريل هذا الحد الأقصى للتنفيذ، ما هو الحد الأدنى. يعني أي شركة إذا استطاعت استكمال جميع المتطلبات المطلوبة في التعميم هذا قبل 1 أبريل هي ممكن تبدأ في تقديم الخصم، لأن التعديلات كثيرة حقيقة خاصة على السيستم اللي موجود والأنظمة الآلية والأنظمة الإدارية. بس المرحلة اللاحقة اللي هي تضمن أو تأخذ الاعتبار وجود المخالفات المرورية، الحقيقة ما حطوا يعني وقت لها، بس قالوا خلنا ندرس المرحلة الأولى ونشوف مدى نجاحها، بعدين راح نطبق المرحلة الجاية يعني المرحلة القادمة. جميل، أنا أشكرك أستاذ، الشكر الجزيل على المعلومات، يعطيك العافية. حياك الله، حياك الله، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.